السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، متتبعي قناة عالم سمية الإبداع والديكور. وكيف ما عودتكم دائما كنبغي نبارطاجي معكم كل ما هو جديد ومفيد. اليوم بغيت نبارطاجي معكم الأكلة ديال بانكيك على الكريبيير اللي خديت كادو من أوريفلام. بقاو معايا ما تمشيو بعيد. غنحتاجو لربعة ديال الدقيق، ربعة ديال الحليب، أي ما يعادل جوج كيسان ديال الحليب ديال العنبة، زلافه كبيره ديال الدقيق، جوج معالق ونص ديال السكر سنيده، شويه ديال الملح، وسته ديال المعالق ديال الزيت باش كنطيبو. غنحتاجو فانيا للتنسيم، وغنحتاجو خماره وجوج بيضات. نبداو على بركه الله. فريمون هذه وصفه كتعجب الوليدات الصغار، شحال ما طيبت فيها الحمد لله كياكلوها الوليدات صراحه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هو البيض، جوج بيضات وجوج معالق ونص ديال السكر سنيده، غنخلطوهم مزيان بالخلاط اليدوي بلا ما نستعملوا الطراب الكهربائي، غير باليد، وكنبقاو نضربوا شويه بشويه حتى كيتجانس لينا الخليط. غنضيفو سكر سنيدة للبيض، وحنا كنطربو شوية بشوية حتى يتجانس الخليط. وغنضيفو سكر فانيلا. انا كيعجبني السكر فاني، كاين اللي كينسم بالحامض قشر الحامض، وكاين اللي كيبغيهم بجوج، ولا بغيتو كديرهم بجوج كيف ما قلت لكم. كل واحد والذوق ديالو. كتجي الريحه غزاله والمذاق رائع. غنزيدو قبيصه ديال الملح، شويه ديال الملح، وغنخلطو مزيان باش زوين هاد البانكيك. ما فيهش الزيت بزاف وما فيهش المقادير بزاف، كيجي خفيف وكيجي لذيذ، كيعجب الوليدات الصغار وحتى الكبار. وغنجربوه بطبيعه الحال فوق هاد الكريبيير. غنزيدو 6 المعالق ديال الزيت كيف ما قلت لكم، ونخلطوه جيدا. ونحركو مزيان تيتجانس لينا الخليط غير بيدينا. وغنطيبو على الآلة جديدة اللي خديت من أوريفلام. كيف ما كتشوفو كريبيير غزالة، ما كتكونسوميش الضو بزاف. دابا غنزيدو الكاس الأول ديال الحليب، للتذكير قلنا ربعة ديال الحليب، 250 مليلتر ديال الحليب. نحركو غير بشويه حتى يتجانس الخليط، ومن بعد غادي نضيفو الدقيق والخماره. وهانتوما غتشوفوا معايا كيفاش دايره الاله اللي ربحت والفعاليه ديالها، فريمون زوينه بزاف غتعجبكم. ومن بعد ما يتجانس الخليط غادي نطيبوه على هاد الاله اللي قلت لكم ربحت من اوريفلام، صراحه ديما مبرهانه. زوينه ما كتكونسوميش الضو بزاف، غير خصنا نقلبوا البانكيك باش ما يتحرقش لينا. وغنزيدو دابا الخماره مع ربعه ديال الدقيق اللي قلت لكم، تقريبا سلافه كبيره ديال الطحين مغربل، ونحركو شويه بشويه، نزيدو الدقيق شويه بشويه حتى يتجانس الخليط. ودابا غنضيفو خماره مع الدقيق، ربعه ديال الدقيق، جوج كيسان عامرين ديال العنبه ولا زلافه كبيره ديال الدقيق، باش نحصلو على عجينه مقاصحه مجاريه، ما تكونش بحال ديال البغرير، تكون بحال ديال الكيكه. ونحركو مزيان غير بيدينا بالطراب اليدوي، نزيدو الدقيق شويه بشويه حتى يتجانس الخليط، ونحصلو على عجينه خفيفه.
هانتوما ونزيدوا الكاس الثاني ديال الدقيق ونحركوا غير بيدينا. ومن بعد ما تجانس الخليط حصلنا على عجين خفيف بحال ديال الكيك. غنبارطاجي معاكم الكريبيير امبيريال اللي خديت وربحت من اوريفلام. كيف ما كتعرفوا دائما كنبارطاجي معاكم اي حاجه زوينه وكتعجبني كنبغي نجربها معاكم لاول مره. غناخذ شويه ديال العجين في لالوش وغنوضعوه فوق الكريبيير غير بشويه. نتوما لا فورم اللي كتبغيو، بغيتوهم صغار ولا بغيتوهم كبار، المهم على حساب الذوق. وما تنساوش تحركوهم وتقلبوهم باش ما يتحرقوش، لحقاش العافيه ديال الضوء ماشي بحال العافيه مهيله ديال الغاز. انا دائما كنسيبهم فوق البوطه ولكن دابا بغيت نجرب هاد الاله اللي ربحت من اوريفلام. وغنقلبوا العجين بالزربه باش ما يتحرقش لينا البانكيك. ها انتما كيف ما كتلاحظوا واخا كيتقبوا من الفوق بحال شكل البغرير شويه ولكن راه الشكل ديالهم كيكون ملس من التحت. غير تحسوا بالعجينه بدات كطيب تقلبوهم وتحركوهم شويه بشويه باش ما يتحرقوش. ثم معايا كيف ما كتلاحظوا غير بشويه وقلبوا البانكيك باش ما يتحرقش. دائما على المقابله الا قابلتوا الحاجه مزيان راه كطيب مزيان وما كتجيش معجنه بيان سور من الداخل، كتجي زوينه ولذيذه فريمون. خليوكم معايا ما تمشيو فين. ها هو البانكيك ديالنا وجد. هادو اخر كيف ما كتلاحظوا كيجيو محمرين ولداد، كيعجبوا الوليدات الصغار والكبار. غير بشويه وكندوروهم فوق من الكريبيير وكيجيو رائعين والمذاق يا سلام. بشويه
من بعد ما كيوجد البانكيك كنزينوه باي حاجه، العسل كنسخنوه على العافيه وكندهنوا به البانكيك، كندردروا عليه من الفوق يا اما اللوز يا اما الكاوكاو يا اما الكركاع اللي بغيتو نتوما والذوق ديالكم بالصحه والراحه. نتمنى هاد لا غوسيت نال الاعجاب ديالكم، واللي عنده شي ملاحظه ولا شي كومونتير يخليها ليا في لي كومونتير. بالصحه والراحه ومرحبا بكم في قناتكم عالم سميه للابداع والديكور، ودائما كل ما هو جديد ومفيد. وقولوا لي كي جاتكم الكريبيير اللي خديت من اوريفلا، صراحه كطيب مزيان، ما كتخليش البانكيك معجن من الداخل، سورتو الا قبلناها مزيان. دائما كيف ما قلت لكم الطريقه، نحاولوا ندوروا البانكيك ونقلبوها مزيان باش طيب من جميع الجوانب بالصحه والراحه. ودائما الا بغيتي يوصلكم دائما الجديد ديال عالم سميه، ما تنساوش لايك وتابوناو فلاشين ديالي وفعلوا الجرس. وهذه صوره على الكريبيير كيف ما كتلاحظوا غزالة.